من درس السكون والشده مع الفتحه والشده مع المد بالالف، وازاي مناهج الطفل العبقري هتوفر الثلاثه في لوحه واحده، ده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل. انطلق باطفالك نحو مستقبل افضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الابناء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم ميس زينب محسن وميس نهله خالد، وحلقتنا النهارده برعايه مناهج الطفل العبقري. ولحقتنا النهارده من اللوحات اللي هتساعدنا ان احنا نراجع اكتر من درس مع بعض، مش بس كده ده هي ساعدنا ان احنا نقوي الطفل في اكتر من درس مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده ان لوحتنا بتراجع الحرف ساكن، الحرف مشدد بالفتح، الحرف مشدد مع المد بالالف. وللحصول على اللوحه دي رقم اللوحه رقمها 28، وزي ما هو معروف عندكم ان لوحتنا مصنوعه من البانر التقيل اللي تستحمل معانا شقاوه اطفالنا الحلوين. مش بس كده، اللوحه ممكن ان احنا نعليها ونوطيها حسب منسوب الاطفال وحسب ما احنا عاوزين نوطيها، كمان ان احنا ممكن ننقلها من فصل التاني بس باختلاف الحصص. ومقاسات اللوحه عندنا ثابته، المقاس الصغير وهو 50x70 والمقاس الكبير 170. والحصول على منتجات طفل عبقري التواصل على الارقام الموجوده اسفل الشاشه ولينكات السوشيال ميديا والموجوده في وصف الفيديو. نلقاكم في حلقه جديده ومنتج جديد من منتجات طفل عبقري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الطفل العبقري هدفنا جيل واعي وشعرنا خير البناء بناء الابناء.